نكمل الشيت. تاني سؤال عندنا بيقول لي for a collector having the following characteristics، برضو مديني شوية معلومات عن collector معين. ignoring the bond resistance، هيخليني أشيل الترم بتاع ال bond resistance. عايزني أحسب ال fin efficiency وال collector efficiency factor، يعني عايزني أحسب له ال F وال F dash. مديني إيه ال overall loss coefficient، مديني ال UL اللي جاهزة، ال W اللي هي ال tube spacing outside و inside diameter، ال plate thickness الدلتا، ال plate material copper، وبيقول لي ال heat transfer coefficient inside tubes 320. طيب المسألة تتحل في خطوتين، عشان أحسب ال F محتاجة يبقى معايا ال M. فبنبدأ أول حاجة نجيب ال M، ال M square root U L على K في الدلتا. ال U L كانت given، الدلتا كانت given، خلي بالك بس من الوحدات. ال K، ال K بتاعت إيه؟ إحنا بنحسب ال fin، ال fin ده اللي هو ال absorber plate اللي هو ال copper. ال K بتاعت ال copper هتتحفظ 685. تمام، من هنا حفظ عرفنا نحسب ال M. طيب ال M دي هضربها في ال L اللي هو طول ال fin اللي هو W minus D outer على 2، واستخدم معادلة ال F، يبقى أنا كده جبت ال F اللي هي أول مطلوب. تاني مطلوب ال F داش، هي المعادلة اللي قدامنا دي، بس الترم بتاع ال bond resistance هخليه بزيرو، الواحد على ال CB ده بزيرو، وكل حاجة تانية معايا في المعادلة، فهعرف أحسب ال F داش منها. تمام، مفيهاش أي حاجة خالص. السؤال اللي بعديه رقم 3 بيقول لي for the same collector calculate the useful energy and the efficiency of the collector. عايز نحسب له Q useful وكفاءة الكولكتر. لو كان الاريا 4 متر سكوير بالفلو، مديني الام دوت، مديني الاوبتيكال efficiency على بعضها 80%. بيقول لي the global، خلي بالي بس من الحتة دي، the global solar radiation for 1 hour is 2.88 ميجا جول بير متر سكوير. اخد بالي ان هو مش مديالي بوحده الباور، هو مديالي بوحده الانرجي. وبيقول لي قيمه الان، يعني هو نزل اشعاع قيمته 2.88 ميجا جول لكل متر مربع، الطاقه دي نزلت خلال ساعه. تمام، وبيقول لي and the collector operates at a temperature difference of 5 degree celsius. دي فرق درجات الحراره ما بين الفلويد ان والامبيانت. تمام، طيب دي هنحلها ازاي؟ هنحسب ال FR. تمام، ال FR M dot في CP، معادلة ال FR given معايا كل حاجة. اخد بالي بس قوي من حتة ان ال CP بتبقى 4180 مش 4.18. ال F داش دي هنستخدم اللي احنا لسه جايبينها من السؤال اللي قبليه، فجبنا ال FR، وبعدين هنروح لمعادلة ال Q useful عشان نحسبها. تمام، اخد بالي بقى من ايه؟ area collector given، ال FR حسبناها من الخطوة اللي قبلها. ال I دي أو ال GT، هي ال I يعني بنكتب ال GT I لو هي كانت energy مش power. تمام، فاحنا هنا هو ده هي energy، هخليها بس بالكيلو جول بدل الميجا جول، فهضربها في ألف، التو في الألف على بعضها معايا. هنا بقى ال UL، ال UL دي وحدتها ايه؟ وات لكل متر سكوير سلسيوس. فانا كده بتكلم على الترم الاولاني بتاع الابزوربد انرجي، ده عبارة عن انرجي بالجول، والجزء بتاع اللوزز ده عبارة عن وات اللي هو باور. فانا لازم احول واحدة للتانية، فاللي انا عملته ان انا حولت الجزء ده لانرجي. هحوله لانرجي ازاي؟ الوات هضربها في 3600، هتضرب الباور في التايم. وليه ضربتها في 3600؟ عشان هو قال لي ان الاشعاع ده نزل خلال ساعة، فهضربه في 3600، يبقى انا كده حولت الباور للتايم، بس اتحولت لجول. بعد كده هقسم على الف عشان تبقى كيلو جول، عشان تبقى نفس وحدة الاي. تمام، التي اي ماينس تي امبيانت على بعضها هو اديها لي بخمسة. هنحل المعادلة عادي، هتطلع قيمة الكيو يوسفل بالكيلو جول، خليناها بالميجا جول لان الرقم كبير. وبعدين عايز كفاءة الكولكتر، ده عبارة عن كيو يوسفل اللي احنا لسه حاسبينها على ايه؟ على الاي في الاريا كولكتر. يعني بدل ما نشتغل بس باورز في السؤال ده، اشتغلنا انرجي، لكن هي نفس الحاجة بالظبط، تطلع 65%. طيب السؤال اللي بعديه رقم 4. سؤال رقم 4 بيقول لي ايه؟ بيقول لي the overall heat loss coefficient of a flat plate collector، مديني ال UL
برضو مديني الدلتا بتاعت البليت، مديني الانسايد والاوتسايد دايامتر، ومديني التيوب سبيسنج، ومديني ال HFI، وعايز نحسب له ال collector efficiency factor مرتين، مرة لو كان الماتيريال يوزد از ألمنيوم، ومرة لو كانت كبرة. هو السؤال ده مفيهوش أي حاجة خالص، هو السؤال ده مباشر، هو بس فكرته إن أنت تقارن ما بين ال F داش في حالة الكبر وفي حالة الألمنيوم وتكمنت عليها. فهي الخطوات ثابتة، هتحسب ال M الأول معايا كل حاجة في المعادلة، وبعدين منها ال F وبعدين ال F داش، وهكرر نفس الخطوات تاني للألمنيوم. طبعا متوقع ان يبقى الاف داش بتاعت الكوبر اعلى، لان الكوبر موصل جيد اكتر للحرارة. خلي بالك بس في السؤال ده ان الكي المنيوم والكي كوبر المفروض ان انت تبقى حافظهم، دول اكتر اتنين ماتيريالز بيتعامل منهم الفلات بليت كولكتر، فمطلوب منك تحفظ الكي بتاعهم. تمام. طيب السؤال اللي بعديه هتبدأ بقى تلاقي ان احنا هندخل في حتة ايه، سولار انجلز. بيقول لي a single glazed، يبقى انا عندي جلاس كوفر واحد بس، يبقى هيبقى ترانسميسيفيتي واحده. بيقول لي 3 في 6 فلات بليت كولكتر، مع الاريا فيسز ساوث، فيسز ساوث يبقى الساوث سيرفيس ازيموث انجل بزيرو، تلتت 45 درجه من الهوريزونتال، معايا البيتا، مديني اللاتيتيود انجل، مديني اليوم 21/3، واحد من الاربع ايام اللي احنا حافظين لهم الديكلينيشن انجل اللي هي بزيرو. بيقول لي من الساعة 2 لـ 3، مديني الساعة اللي هشتغل عندها، يبقى أنا معايا الـ hour angle. بيقول لي the solar insulation on the surface of the collector is 890 واط لمتر سكوير، ده اللي هو الـ GBN، ومديني الـ ambient temperature، وعايز نحسب الـ QU square. والمعلومات بقى اللي اداها لي الـ UL والـ T fluid in والـ MDOT والـ HFI والـ transmissivity والـ alpha والـ thickness، وقايل لي انه كوبر، ومديني بقى انسايد واوتسايد دايامتر وتيوب سبيسنج. طيب شويه المعلومات اللي هو قال عليها، سبيس الساوث يبقى السيرفيس ازيموث بزيرو، البيتا الدهالي، اللاتيتيود الدهالي، مارش 21 يبقى الدلتا بزيرو، 2 بي ام خدناها سولر تايم تسهيلا بس على نفسنا، لكن طالما ما قالش انت تشتغلها ستاندرد تايم وتحولها الاول لسولر تايم، وبعدين تعوض في معادلة الأور أنجل جي بي أن تي أمبيانت، هعوض في معادلة الثيتا، هطلع الثيتا، جي تي عبارة عن جي بي أن كوزين ثيتا بلس جي دي، ما ادانيش، ما جابليش سيرة الديفيوزد أنجل في السؤال ده، فهاخده بزيرو، يبقى أنا كده جبت الجي تي. الجزء ده كله ملوش دعوة بالفلات بليت، ده جزء قديم. طيب هو عايزني أحسب له كيو يوسفل، هكتب معادلة الكيو يوسفل أهي، وأبدأ أعوض باللي معايا وأشوف إيه اللي ناقص. هتلاقي معاك كل حاجة في المعادلة ما عدا الإف آر. الاف ار بتتجاب ازاي؟ من الاف داش، والاف داش من الاف، والاف من الام، فهتشتغل عادي بقى شغلك. خلي بالك بس جدا وانت بتعوض بالوحدات، هجيب الام وبعدين الاف وبعدين الاف داش وبعدين الاف ار. هتلاقي في السؤال ده ان هو ما جابلكش سيره الفلويد نوع ايه، فانت هتاخده ان هو ميه. تمام، فهتاخد السي بي بتاع الميه، تحسب الاف ار، وبالتالي كيو يوسف ما فيهاش اي حاجه خالص. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي ايه، بيقول لي the measured solar energy components of beam diffused، مديني الجي بي ان 600 والجي دي 150، وبيقول لي horizontal surface يعني بيتا بزيرو، located 30 درجة latitude و10 am solar time فبراير 15. يعني معايا كل المعلومات اللي هحتاجها عشان احسب الزوايا. عايز حاجتين، بيقول لي اول حاجه استميت بسولار انسوليشن جي تي، ده عادي شغل سولار انجلز، بتشتغل بشويه الحاجات اللي اديها لك، هتحسب الثيتا وبعدين تحسب الجي تي، جي بي ان كوزاين ثيتا بلس جي دي. وبعدين بيقول لي if the instantaneous thermal efficiency، احنا عارفين ان الكفاءه بتاعه البليت بتتغير لحظيا، لان الجي تي بتتغير لحظيا، فبيقول لي لو المعادله بتاعه الانستنتينيوس ثيرمال افشنسي هي المعادله اللي قدامنا دي، عايز بقى يعرف ايه، عايز يعرف يعني عند الكونديشنز دي الاريا كولكتر ب 2 والماس فلو ريت، مديهولي انلت تمبرتشر امبيانت تمبرتشر، عايز نحسب له ثيرمال افشنسي، وعايز نحسب له الاوتلت ووتر تمبرتشر اللي هي تي فلويد اوت. هنعمل ايه؟ الجزء الاولاني خلاص اتكلمنا فيه، مفيهوش مشكله.
الكفاءة عبارة عن هنعوض في المعادلة دي تي فلويد ان وتي امبيانت والجي تي كلهم معايا، فهعرف احسب لك كفاءة الكولكتر مفيهاش حاجة خالص. طيب هو عايز يعرف التي فلويد اوت، التي فلويد اوت هتيجي لما يبقى معايا الكيو يصفر، فمعايا الانبوت انرجي هضربها في الكفاءة اللي انا لسه حاسبها، جبت الكيو يصفر، ده عبارة عن ام دوت سي بي دلتا تي، كل حاجة كانت معايا في المعادلة ما عدا التي فلويد اوت. السؤال قبل الأخير بيقول لي ايه؟ بيقول لي for a collector with، هو السؤال سهل جدا يعني بس غريب شوية، مديني ال اف ار في التو في الالفا على بعضها 0.82، ومديني ال اف ار في اليو ال على بعضها 6.05، عايزني احسب له ال instantaneous efficiency. هو في السؤال ده طالب 3 حاجات، نروح كده على الحل على طول. اول حاجه بيقول لي لو كان التي فلويد ان هو التي امبيانت احسب له الايتا كولكتور، لو التي فلويد ان بيساوي التي امبيانت يعني جزء اللوسز ده على بعضه بزيرو، فهتبقى الكفاءه عباره عن ايه؟ اف ار في التو في الالفا اللي هو الرقم الجيفن ده على طول. تاني حاجه كان بيقول لو كفاءه الكولكتور بزيرو والتي امبيانت ب25 والتي فلويد ان ب90، عايزني احسب له الجي تي، فعادي هنرجع لمعادله الكفاءه، نخلي الكفاءه دي بزيرو ونعوض بالارقام الجيفن، عادي عندنا التي فلويد ان الدهالي، التي امبيانت الدهالي، الاف ار في اليو ال على بعضها معايا، والاف ار في التوك الالف على بعضها معايا، هتبقى الجي تي المجهول الوحيد هنحسبه. اخر حاجه بيقول لي لو الجي تي ب 600 والتي امبيانت 25، عايزني احسب التي فلويد ان الماكسيمم. المفروض تبقى عارف ان التي فلويد ان الماكسيمم ده اللي هو التي بليت ماكسيمم، يعني ده بيحصل عند الكفاءه بزيرو، فهترجع لمعادله الكفاءه تخلي الكفاءه بزيرو وترتب المعادله بحيث تحسب له التي فلويد ان الماكسيمم دي هتطلع بكام، هتطلع ب 106. اخر سؤال الصراحه اللي هو يعتبر السؤال الوحيد اللي فيه فكره في الشيت كله، بيقول لي determine the solar area solar collector area، عايزني احسب له الاريا بتاعت الكولكتر required to supply all the hot water needs of a residence of a family of 6 people in June. اسره مكونه من 6 اشخاص عايزين ميه سخنه عن طريق السولار انرجي، وهتعمل حساباتك دي في شهر 6. في شهر 6 التوتال انسوليشن يعني الجي تي عندي في شهر 6 بالقيمة دي، assuming a 45% collector efficiency، يديني كفاءة الكولكتر 45%، وبيقول لي ان هم عايزين المية عند درجة حرارة 60 يعني دي التي فلويد اوت اللي هم عايزينها، و the cold water make up temperature 16 دي التي فلويد ان، consumption per person كل واحد فيهم بيستهلك 35 لتر per day، مديني ال V dot بتاع المية بس per person، تمام؟ فهو عايز أول مطلوب ال area هنحسبها. تاني حاجة بيقول لي percentage of coverage أو حاجة اسمها solar fraction for heating the water in January لما يكون ال solar insulation بده. طبعا ال GT هتبقى أقل في January لأن ده شهر في الشتاء، فبيقول لي الطاقة الشمسية هتغطي قد إيه من حملهم في الشتاء، دي حاجة اسمها solar fraction أو percentage of coverage. طيب نحل السؤال ده ازاي؟ أول حاجة عايزين نحسب الـ M dot water، أنا معايا الـ V dot water، الـ V dot water عبارة عن إيه؟ 35 اللي هي لتر per day، بس هضربها في 6 لأن هما 6 أشخاص، تمام؟ يبقى أنا كده جبت الـ V dot. طيب الـ V dot ده هضربه في إيه؟ هضربه في 1000 اللي هو كثافة المية، هطلع الـ M dot، تمام؟ انت المفروض تقسم على 1000 الاول عشان تحول اللتر لمتر مكعب، وبعدين تضرب في 1000 تاني بتاعت الكثافة، فهتطلع الوحدة على طول هي زي دي، يعني هتطلع 210 كيلو جرام بير داي، فانا كده معايا الام دوت. طيب هم احتياجهم قد ايه؟ احتياجهم عبارة عن الكيو ريكوايرد ده هو الام دوت في السي بي في الدلتا تي. طب انا الام دوت لسه حاسباها والسي بي بتاعت المية عارفينها، والدلتا تي 60 ناقص 16 جبنا الكيو يوسفل او الكيو ريكوايرد، تمام؟ وكفاءة الكولكتر معايا والجي تي بتاع جون معايا، فأنا هعمل ديزاين إن الأريا كولكتر تبقى على قد الاحتياجهم، فهيطلع هو المجهول الوحيد في المعادلة فهحسبه. بالنسبة بقى للسولر فراكشن هتكتب نفس المعادلة تانية، كفاءة الكولكتر هي كيو يوسفل على الجي تي في أريا كولكتر، أنت خلاص هتستخدم طبعا نفس الأريا كولكتر لأن هو نفس الكولكتر، والجي تي بتاع جانيوري معاك والكفاءة معاك، هتطلع الكيو يوسفل بتاع جانيوري، هتقسمها على الكيو يوسفل بتاعت احتياجهم هتطلع 41%، ودي طبعا إجابة منطقية جدا لأن في الشتاء الشمس مش هتقدر تغطي نفس الأحمال.